لن تمر دولتكم الطائفية، اسم جديد لجمعة جديدة في عمر ثورة أطلقه الناشطون ليؤكدوا أن سوريا لا تقبل التقسيم، وذلك بعد ممارسات النظام وحديثه عن مشاريع تقسم سوريا كبديل له، وبعد المخاوف التي أبداها المراقبون خشية انقسام سوريا على أساس طائفي. يبقى الوطن جنة مهما حل به من موت ودمار، هكذا يقول هؤلاء المتظاهرون في حي السكري بحلب، يخرجون في المشهد والشعار ومساكن هنانو في جمعة لن تمر دولتكم الطائفية. أما في بستان القصر فأقسم المتظاهرون أن لا تراجع عن الثورة ومبادئها حتى نيل الحرية، بينما يخرج أهالي حي طريق الباب من تحت الدمار الذي خلفته طائرة النظام متحدين القصف والموت، والمظاهرات تعم الباب وبزاعة ومنبج التي صدحت فيها الحناجر دعما للرقة المحررة. في لافتات حي العسالي بالعاصمة دمشق انتقاد لاحتجاز أفراد طاقم الأمم المتحدة، وفي ريف دمشق رفع المتظاهرون في دوما شعارات ساخرة في إشارة إلى تسليح الثورة بأسلحة غير فتاكة من قبل الغرب. في كفر بطنة علت الهتافات مطالبة بإسقاط حزب البعث وكافة رموزه، والمظاهرات تجوب شوارع عربين والمليحة وسقبة وببيلة ويبرود وقارة. وفي لافتات خربة غزالة بريف درعا الشعارات كانت واضحة ضد التقسيم والطائفية وإشادة بدور المرأة في الثورة السورية. وفي معربة تظاهر الأهالي في المساجد بسبب القصف المدفعي والصاروخي الذي تتعرض له البلدة. الهتافات توحدت في أحياء حماة لحمصة والمدن الثائرة، لا سيما في القصور وباب قبلي والحميدية وطريق حلب، كما خرجت المظاهرات في خطاب وكفر زيتا وقلعة المضيق طالبت بدعم الجيش الحر. أما في حمص والتي تشهد تصعيدا عسكريا مكثفا، اقتصرت المظاهرات على حي الوعر، توعد فيها المتظاهرون بفتح بعض المدسوسين من أتباع النظام في الجيش الحر، كما انطلقت مظاهرة في تلبيسة. شعارات المتظاهرين واللافتاتهم في البوكمال بريف دير الزور تضامنت مع ثورة العراق، وفي الميادين أكد المتظاهرون على إسقاط الطائفية في كل أنحاء سوريا. مظاهرات حاشدة في ريف إدلب بعد يوم دام قضى فيه العشرات في مدن وبلدات الريف، لا سيما بنش وسرمين وحاس وكفرنبل والهبيط، بالإضافة لكفر تخاريم ومعرة مصرين ودركوش، يخرجون لسان حالهم أن صرخة الحرية لا يسكتها موت ولا حصار.